طب وانا اعمل لك ايه يعني؟ ماشي ماشي يا معلم خلفاوي براحتك. وبعدين في الزفت خلفاوي ده هعمل له ايه يعني؟ عمال بيزن عليا يزن عليا كل شويه عشان الفلوس بتاعته. طب يا دوله ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده هو ما تحط له قطن في ودانك هنا او سفنج. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده، بيكلمني كاني شغال عنده يعني بشنبه اللي عامل زي قرن الجاموسه ده. لا بس بصراحه يا دوله يعني معلم خلفاوي ده راجل جدع. جدع ايه يا ابني؟ ولا جدع ولا حاجه. ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي. معلم خلفاوي والله حضرتك لسه كنت جايب سيرتك انا والحيوان ده. بأمارة قرن الجاموسه ها؟ عسر الكلام، اطلع بفلوسي يعني الصعب. بص حضرتك انا مش نصاب ولا حاجه، انا ليا فلوس كتيره قوي في السوق بس الناس ما عندهمش دم ما بيدفعوش حضرتك لغايه دلوقتي يعني. ما تقول لنفسك يا اخي. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما عنديش دم؟ ماشي، عموما الشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها. اما صحيح اللي اختشوا باتوا ابقى مدينك وتغلط فيا وفي منطقتك. طيب عادل، انا هاخد فلوسي تالت ومتالت ولا انت؟ ماشي على مفخيرك اركبه. مع الف سلامه يا معلم الكل. الف سلامه الف سلامه. مش تقول لي يا غبي، مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري. احسن احسن. ماشي ماشي يا رمزي ما فرجتك. بقول لك إيه؟ ايه، عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حتحور ده اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم يمكن اخد منه فلوس. حاضر. لا لا ولا اقول لك لا لا بلاش هتكسره، ما انت هو بتكسر طول الوقت. انا هطلع اجيبه بنفسي، وادي السلم كويس. ماشي اطلع بقى دوله، بس بقول لك ايه، اطلع واحده واحده. ليه يعني طالع سلم المجد؟ ايه ده السلم بيرقص كده ليه يالا؟ ايوه يا دوله، ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم. رجلي يالا رجلي رجلي رجلي. يا دوله نسيت اقول لك حاسب السلمه المكسوره. يخرب بيتك، جاي دلوقتي تقول لي حاسب السلمه المكسوره؟ رجلي يالا، اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتور بسرعه؟ طب انا ما ينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي؟ اعمل اي حاجه، الحقني يالا رجلي شكلها اتكسرت ولا بسرعه. بس الف حمد وشكر ليك يا رب، السلم لسه بخير. اتصل يلا اتصل 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 اتصل. حاضر يا دوله، مليني دوله. كام يا دوله؟ نمره ايه؟ نمره الدكتور 5 وخميسة. يا حبيبي 5 وخميسة، عين وصابتك ورب العرش نجاك يا ماما. وانا خبطت في ميكروباص منه لله زفت الطين رمزي، انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال، كسرت رجلي وكسرت التمثال. معلش يا دوله، الف سلام عليك يا عم، بكره ان شاء الله تخف اهو، واللي اتكسرت جبس اهو. دوله مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش؟ انا مش عارفه انت اصطبحت بوش مين النهارده. انا عارف اصطبحت بوش مين. ايه الخفه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا الاثنين هو ايه، سكتناله دخل بحصان ولا ايه؟ بابا هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه العمارات؟ بصي جسيه كده اهو. عموما اطمنوا يا جماعه، الدكتور طمني خالص على الاخر، يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص في العضلات وتمزق فيها، واذا حمل عليها اكتر هيحصل انهيار كامل للعمود الفقري كاملا من اوله لاخره. بس والله في امل يا عادل. يا نهار ابيض، لا ده انت طمنتيني خالص، ده انا كنت خايف الحمد لله يعني انها جت على تمزق. يا نهار اسود يا حبيبي، اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك؟ بس يا عادل ده انا شريكه حياتك يا بابا. طبعا يا حبيبتي، انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي. دولا انت كده بقى هتبقى ابو رجل مسلوخه. يا عادل طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هتروح البازار بكرسي ابو عجلات؟ ابو عجلات يعني ان شاء الله ما فيش مشكله خالص بالنسبه للبازار. بس بجد يا جماعه انا متفائل بالروح اللي حواليا دي، انا مبسوط جدا. لا وانا عايزك تتفائل اكتر علشان موضوع البازار ده محلول اصلا. محلول اصلا وبتقوليها بثقه كده وتشوحي بايدك؟ هتعملي ايه بقى يا ننوسة عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل ترصيها جنبه على السرير ولا اقولك نصف فاترينا كده ورصي فيها التماثيل بايدك؟ يا جماعة على فكرة، واللي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهة معاه. لا يا خفة، انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البازار مكان عادل. ده على اساس انك خريجة قسم اثار فرع بازارات صح؟ يا رانيا يا حبيبتي، البازار ده مسؤولية وده شغل ضخم ما يقومش بيه 100 راجل على الاقل. يا عادل والنبي اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي عشان اثبت ان وراء كل رجل مكسور امرأة عظيمة. ميل وسجينة واد حمل، ميل وسجينة شباكنا ستاين وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بص انا قلت بقى دولة مش موجود ففرصة اخد هدومي في امين، ما تقلعيش اكتر اغسله لك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهارده وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك،
الغربال الجديد له شده برضه. شوف قاعد في بازار. فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحتي، انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال امون رع؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي، من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري؟ يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافونا هيموتوني. يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع ده؟ تاجر من تجار التماثيل، بس ايه، يعتبر صنم في المجال ده. هو طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه، لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا، احنا خدنا منه تماثيل وما ادينا لهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكلة فين. ماما، انا مش عارف انقي الرز ده صح ولا غلط، لان بطلع منه الزلط بس حاسس ان بطلع الرز مش بطلع الزلط. يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري. الف بعد الشر عليك يا حبيبي، انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لا شغله ولا مشغله. وهو الواحد برضو يعمل بلقمته. عشنا وشفنا عادل قاعد بنقي رز ومراته ماسكه شغل البازار. ما حدش يتكلم عن ماما كده، دي بقت راجل البيت دلوقتي. فروسي. ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه؟ خيال مقاتة. شايف بنتك المفعوصة مصوفة الرقبة؟ صحيح اللي بلادر على فمها تطلع البنت لأمها. ماما جت وحشتيني يا ماما. حبيبي ماما، روح ماما قلبي. ماما وحشتيني موت. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ها ايه يا رانيا، ايه الاخبار؟ جبتي لي الحاجات اللي انا طلبتها منك؟ اوه يا عادل نسيت، معلش. انت عارف زحمه الشغل يا حبيبي، طمني عليك، رجلك عامله ايه؟ الحمد لله، هو قاعد زي اي ست بيت شاطره بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هو شداي. ام اوكي يا مامي، انت عارفه بنتك بقى وقدراتها. انا عايزه اثبت لعادل ان وراه ست تاكل الزلط. اهو يا حبيبتي الزلط مجهزه لك لوحده اهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى. حماتي حبيبتي لو سمحتي، من فضل حضرتك انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على السفره، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني رعوني، الله يخليكم، بتعب. اوف